المكان شارع العطار في الزمن اللي فات. تدخل عليه تلاقيه قاعد وسط التليفونات، اللي انجليزي واللي ياباني واللي اتصنع في العشرينات. غاوي يجمع كل شيء له علاقة بالماضي القديم، وجرامافون تسمع عليه أجمل الأغنيات. ازي حضرتك يا عم حسن؟ ازيك انت يا فندم؟ ميرسي والله يا عم حسن ان انت قابلتنا. ربنا يخليك، انت تستاهل اكتر من كده. الله يخليك يا عم حسن. ربنا يديك الصحه، كل سنه وانت طيب. انت بالف صحه وسلامه يا عم حسن. ربنا يخليك. احكي لي بقى، المحل الجميل بتاعك ده، القطعه الاثريه في شارع كله محمولات وراديوهات على فكره، على فكره المحل ده الغرب ودول اوروبا بيطلقوا عليه متحف جرهام بيل المصري. متحف جرهام بيل المصري. جرهام بيل المصري، واخد بالك؟ في الدول العربية. نسبة لمخترع التليفون ألكسندر جرهام بيل المصري. بس أنت حافظ التاريخ كله يا عم. الحمد لله، الحمد لله. الشارع ده إيه يا عم؟ ده شارع العطار. ها، مشهور في العتب. كان في الأول جميع أي حاجة تدخليها تصلح هنا. تليفونات. أي حاجة. راديوهات، كل ترانزستور الصغير ده. كل حاجه كانت موجوده، وادوات كهرباء والكلام ده كله، بقطع غيارها بكل حاجه. دلوقتي لما دخل المحمول بقى كله بتاع محمول. صحيح. ما فضلش بقى الا احنا. ما فضلش الا انت. يا قطه. القطه زي. حبيبتي دي. دي مين دي؟ دي القطه بتاعتي. اسمها ايه؟ اسمها بيسا. بيسا. بيسا حسبي نشوف التليفونات يا بيسا. فانت عندك اكبر مجموعه من التليفونات هنا يا عم حسن. انا عندي التليفون ابتداء من 1895 يا 29 اكتوبر. انا واحد قتم تليفوني اللي بمنافيلا. اللي عايز يشغله بقى ده يدور كده يضرب جرس هنا على ايامه. على ايامه. بص يا عم حسن، احنا كان في بيتنا في الارياف، يعني كنا من الزرقاء. احنا بالزرقاء. انا من الدقهليه. انت من الدقهليه؟ ده ورقمنا كان 808 الزرقاء. ايوه. انت كان عندك بقى ده. ده بعديه بكام سنه ده؟ لا ده بعديه، ده من 1918. لا ده جديد. انت قلت لي ده 1800. 1800. ده عتيق جدا. معايا؟ لكن ده اللي كان عند العمد بقى زمان. كان بيطلقوا عليه العمده. ده اللي هو العمده. بتمثل بيه الزوجه الثانيه. ده فيلم صلاح منصور. صلاح منصور. عايزه اشوفه النبي عم حسن لو ما فيهاش مضايق. لا ازاي بقى؟ وده بمنافيلا برضه. ونقول الو يا بندر. هو شغال. شغال؟ لا يا راجل. ده ايه اللذاذه دي؟ هو ده بالظبط. احنا كان عندنا في الدوار في السنبلاوين. السنبلاوين، انا من السنبلاوين اصلا. كان ده يخدم ايه بقى؟ يخدم العزبه اللي احنا فيها كلها. كلها. طبعا. واحنا كمان يقعد يعملوا كده. ايوه. معاك حراره بقى. هيجي ايه ده؟ حراره زي بتاعت زمان. ايه يا عم حسن ده؟ فاضي شويه نسمع حته بعيده على التليفون دوت. فاكر زمان لما كان يقول لك هات الواد مثلا حسين ده اللي بيعرف يجيب الحراره؟ ايوه. ولا هات البنت دي عندها صبر على الحراره. عندها صبر على الحراره عشان تفضل قبل ما يجيب. طب وكان ليه الحراره تتاخر يا عم حسن؟ كان هو كله منافيلا وجاك عقبال ما اللي قاعد يحول هنا ويحول لا هنا. لا بس حتى على ايامي من غير منافيلا ولا لا حاجه. لا كان على ايامك. يعني ايه؟ كان على ايامك ده، على أيامك. لما كنت تيجي تطلبي هنا وتمسك اخر نمره. ولازم تتكي عليها قوي وبتاع، لان كانت اللاريهات كلها قد ايه؟ في قبل ده بقى. ايه بقى يا عم؟ في بقى تليفون شارلي شابلن. تليفون شارلي شابلن؟ ده انا واحد ده. اثنين موديلين معايا. الموديل ده. مش معنى اسمهم شارلي شابلن. الموديل ده. يا خبر يا عم حسن، ده تقيل جدا. ده موديل شارلي شابلن. كده تكلمي هنا بالميكروفون. ايوه. وشغال. ايوه كده. ايوه انا سامعه. لا بصي بقى كده. لا لسه. دوسي. ادوس. طب يعني
ايه ده الحراره برضو. انا منبهره. ونتكلم بقى من هنا. يعني اكلم مثلا واحده صاحبتي كده اهلا يا نوسه زي حضرتك اخبارك ايه وتمام وبتاع واسمه شارلي شابلن عشان طلع في الافلام. طلع بقى في مودرن تايمز كله. ما بتأجرش التليفونات دي في الافلام؟ لا انا دي حاجتي انا بعتز بيها جدا. مقتنياتك؟ تخاف عليه؟ انا اخاف. فده تليفون شارلي شابلن وده تليفون شارلي شابلن. انهو بقى؟ يا خبر ابيض القديم قوي ده. ده متعلق بقى. ده بيتعلق؟ ماشي؟ بيتعلق ده كده؟ سنة كام يا عم حسن؟ ده 1915. ده بدري خالص ده ايام الحرب العالمية الأولى يعني. لا ده أنا هجيب لك كمان الحرب العالمية الأولى. اصبر معايا. حاضر. كده؟ ده أيوة. بيتعلق كده. أيوة. خلاص كده؟ ده أنا هنا بسمع كده وبتكلم هنا. زي نفس الفكرة. ألو. بنسمع ونتكلم من كده. معايا؟ ده حيطه وده مكتب. زي الفكره الاصليه بتاعت الحبل والكوبايتين. نفس الموضوع. نفس الموضوع وعملوا على التليفون. معايا؟ ايوه مع حضرتك. لا ده انت عندك متحف فعلا. ده فعلا جراند بيل للشرق الاوسط. نرجع بقى للحرب العالميه الاولى. ايوه دي سماعه بقى. نتكلم ونسمع بقى مع بعض. لا خدي بالك بقى. فيها اجمل من كده كمان. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه التاريخ اهو. وريني. 1918. ما شاء الله. لا ده زي المتحف بجد. ده متحف وانت الحاجات دي تقع تحت ايدك ازاي يا عم حسن؟ لا دي انا واخدها من ابويا. المحل ده كان والدك قبليه؟ كان بتاع ابويا وقبليه. وجدي كان ليه محلات تانية. جدي انا صاحب محلات 5000 صنف. برضه في شارع العطار؟ لا ما كانتش في شارع العطار. 5000 صنف؟ كانت قدام ويلسون الحلواني. معايا؟ ده ايه ده يا عم؟ ده حيطه. ده مكتب شارلي شابلن سنه 1920 ومكتوب عليه برضو. ايوه ده اريكسون عليه. معايا؟ طبعا. ده بقى بصي حطي ايدك كده. مغناطيس. ده بقى التطور الخشب. بقى مغناطيس جواه الخشب على اساس ان هو ما يقعش منه. ما تيجي تعملي كده علشان يفضل ثابت. مظبوط. طب عندك ايه تاني؟ ماشي نديك تاني بقى. ندخل على سنه 26. حلو قوي. ده انت مؤرخ جيد قوي يا عم. أيوة حسن فني. يعني كل عقد فيه اكتر من موديل. بامر الله. ده التليفون الخشبي اللذيذ ده. ده تليفون هلاسكي. فعلا. سيمنز هلاسكي. اللي بعده ندخل على 1930. ماشي. اللي هو تليفون الملك فاروق. الله ده ذهبي بقى وشياكه. بس ده اصلا كان ذهبي ولا انت ذهبي؟ لا كان ذهبي بس طبعا كان فيه رتوش. فتقوم تاخد حاجه وشغال. وشغال وعليه الملك فاروق. الله خلي بالك دي من قلب الطبعه. مكتوب عليه من قلب الطبعه كمان. وعليه صورة الملك والبادج بتاعهم. زمان بقى الراجل بتاع المصلحة كان يجي ويفك كده ويفضل يفك كده ويطلع حاجات حديد من جوه. الله ريبليسبل اونلي. فقط ريموف ريبليسبل جنتلي سلايدنج. بيقول لك زحزحه بشويش كده مش تشيله بغشومية كده. والماركة يعني بتاعته اهي. جميل يا عم حسن. والماركة بتاعته على نفس غطيانه. ده مبهر فعلا. ده فعلا متحف يا عم حسن. من الإبرة للصاروخ. أول جملة هتيجي في بالك وانت بتتمشى في شارع الأزهر، وده واحد من أهم وأقدم شوارع القاهرة. أخد اسمه من الجامع الأزهر، أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي كله، وأكثرها مكانة عند الناس في مصر كلها. بيبتدي شارع الأزهر من ميدان العتبة وبينتهي في شارع صلاح سالم ناحية الدراسة. هنا هتلاقي المشهد الحسيني ونفق الأزهر وخان الخليلي ومستشفى الحسين والصاغر. وهنا هتشوف كل أنواع التجارة ومحلات العطارة ومحلات القماش والمفروشات والستاير اللي بتزين الشارع وبتنده على العرايس، واللي ما يشتري يتفرج.
يجيش عليك عرض مغري كده تحس انك لو بعته تفك زنقه تعمل حاجه؟ قول يعني الكلمه كده بس يعني قول قول بالبلد. في حاجه تقدر تشتري بيها او اشتري بيها ابنك او بنتك؟ لا طبعا. خلاص كده؟ لا طبعا. نفسي دي كده وانا زي انا وسيخه امي كده والله. إيه؟ لو دفعوا لي مال قارون وانا وسيخه امي لا يمكن لا يمكن لا يمكن. هو ده بقى دي هنا. انت اديني اي عروض مغريه، انا اتحط لي شيك على بياض. ما رضيتش. ما رضيت. ندخل بقى خش في الجد بقى. عايزه السيما بقى. عايزه اشوف التليفونات اللي طلعت 1900 بقى 33 و32 ده كده مش سيما قوي لسه. ده ايام ما كان الناس مهم حلمي. ايوه لا. ده كان تليفون اللي هو اتسجل بيه يوم من عمري. الله ده عليه برضو التاج. ده عليه التاج برضو. وغروب وشروق. يا ساتر. ايوه عارفه. وكان بيسجل بيه لما كانت دي بتبقى جنبيها الحصاله وتدخلي على المقله. تدخلي على المقله وتقولي له لو سمحت التليفون. تحط القرش. بكام بقى ما تعرفش؟ ايه ده؟ ما تعرفش بكام المكالمه؟ كانت بقرش. ما هو كاتب عليها. ده حصالة رهيبة يا ربي. شد الذراع به. استرجاع العملة لعدم الرد واشتغال الخط. قرشا. أيوه. غير حاجة. غير مسكوب. غير يعني ما يكون مسكوب. كان زمان في القرش اللي هو المخروم وال اترك الذراع واطلب ال ايه ده؟ ايه دي؟ تحفة تحفة يعني. تحفة. وبقفل وبقفل. عشان مش اللي رايح واللي جاي كده. كان في القهاوي بقى واخده بالك يجي بقى يروح ايه واخد الماركه حاططها ماركه. أيوة ما يحطش. أيوة. فلوس. ايوه ايوه يدي للمعلم. يدي للمعلم حتى من المكالمه ويحط الماركه هنا. بصي بقى الاحمر ده برضو نفس الموديل ده بتاع سنه 60 بس ده اللي المهم بقى. وكان اللي عنده تليفون احمر بقى وبتاع ده كان حاجه من الزواج بقى. ده الزواج. معايا. جم بقى. أنا حاسة إنه حكومة. يعني في الأفلام دايماً كان يكون في تليفون أسود وتليفون أحمر. ورا وكيل النيابة. ورا وكيل النيابة. حاجة كبيرة بقى. صح. وبعدين جم بقى لموا ده. عايز تقعد يا عم حسن إحنا وقفناك كتير قوي. جم لموا. أنا رجلي وجعاني أصلاً. أيوه. جم لموا ده وراحوا جايبين الرمادي. يا ما كانش لذيذ ده. واخد بالك؟ اشتغل الرمادي معاهم 4 سنين. وراحوا جايبين في 74 التليفون ده بالزراير. بالزراير بقى. بالزراير. فبدا يشتغل ده لحد ما نزلوا بقى التليفون اللي هو النفرتيتي والتليفون مش عارف الفرنساوي لحد ما فضلنا البرق واحد وبرق اثنين اللي هو بيقولوا عليه دلوقتي كوكتيل. طب بقول لك ايه، مش قلت لي ان انت عندك ولاد وبيشتغلوا معاك؟ حد منهم موجود هنا؟ محمد. اهو محمد اهو. ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه يا محمد؟ ان شاء الله تكون بخير. ان شاء الله. انت كويس؟ كله بخير. انت بتشتغل فين يا محمد؟ انا بشتغل في المصرية للاتصالات. في المصرية للاتصالات. ليه انت بتحب التليفونات فعلا يا محمد؟ يعني هو بابا مورث لنا الحاجات اللي زي كده، ان احنا ما نختاريش اي حاجه وخلاص، ان احنا مثلا يكون عندنا حاجات ليها تاريخ. يعني هو عودنا من زمان ان الشيء مش في شرط ان هو يكون ماديا، اهم حاجه يبقى عندك حاجه تخليك مميز، عندك اصل وعندك عراقه وعندك تاريخ بيها. احنا الحمد لله يعني حاليا في الشرق الاوسط يعتبر احنا اللي بنقتني تليفونات قديمه بشكل كبير، يعتبر احنا انفراد او صحيح. حصري. ده احنا عملنا بيج لينا في 2007. عندكم بيج على الفيسبوك في كل الموديلات التركي للتليفونات القديمه، ودي الحمد لله ساعدتنا كتير. كان الهدف منها ان احنا ننتشر للناس، لان الجيل الجديد اللي هو جيل الشباب ما يعرفش التليفون الارضي. بس يا محمد ايه المكسب؟ يعني لما كل الناس تعرف ان عم حسن واولاده هم اللي عندهم المجموعه دي، انت تقدر تنتفع من ده بايه؟ احنا بالنسبه لنا ان المكان يبقى معروف، دي بالنسبه لنا تسوى كتير قوي، تساوي كتير. ان احنا يبقى احنا لوحدنا اللي بنقتني الحاجه دي معروف. انت عايز تليفون قديم او انتيك، اروح للتركي زوره. احنا بيجي لنا ناس من خارج مصر، دول عربيه ومؤخرا بقى دول اوروبيه. يعني انتوا تقدروا تجيبوا تليفونات قديمه لزباين ما؟ يعني انت خلاص عندك تليفوناتك اللي مقتنيها انت اللي بتحبها. لو انا نفسي الاقي تليفون. لا لا، انت عندك التليفونات القديمه، انت دلوقتي عايز ترجع لتاريخك.
عايز تفتكر حاجه روح للتركي. يعني مثلا تليفون الهرمي كبحث كبحث بس افرض انت ما انت خلاص عندك مجموعه من انا مثلاً. لو عندي مجموعه كامله لو عندي مجموعه كامله وجت حاجه زياده ممكن اتصرف يعني انا مثلا لو راجل غني جدا وغاوي قوي تليفونات اجي اوصيك اقول لك والنبي يا عم حسن لو وقعت في الحاله دي لو جات لي بقول لك سيب لي رقمك وانا بتصل بيك لو جات لي لكن الغاوي. انت تاخد الحته اللي عندي طبعاً. لا 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 بابا كان يزعلنا فيها دي كل حاجه منها ايوه حاجه من تحتيه كده وهو خصوصا الهرمي ده طلع في كل الافلام عبد الحليم وشاديه التليفون الثاني اللي هو وراه اللي هو ده سيمنز الهرمي اللي هو سيمنز اللي قبل الموديل ده وده اللي هم الكلاسيك اللي هم شبه الموبيليا يعني ده قصور ده بريطاني وده ياباني في النص هنا في القرص في اللي هو تمثال الست الفرنسيه اللي هي مشهوره جدا هناك في فرنسا من حيث ان هي كانت بتقتني برضه حاجات زي كده في نص القرص بالظبط دي المادلين بالظبط فيعني الحمد لله المجموعه اللي عندنا مش متكرره في اي جميلة مكان جميله جميل بص يا عم حسن دلوقتي احنا عشان الزياره دي الناس تفتكرها بنخلي فنان زميلنا اسمه عبد الله يرسمك طول ما احنا قاعدين تمام واحنا ماشيين خالص بندي لك صوره عشان تفتكر الزياره جدا بتاعتي. ده انا اعتز بيها أين بقى هي يعني الصورة؟ اعتز بيها حاجه بقى. حلوه قوي دي حاجه جميله اول ما بتجهز نديها لك تعلقها بقى اشوفها تعلقها ده ده شيء من الطبيعي ان انا لازم اعلقها اول فوق. ما تفتح الصاج ده تعلقيها بس افتكرك بيها بقى افتكرني بيها ايوه اول ما يلقى تليفون قديم تلاقيه بيحضر في الميعاد عاده ورثها عن جدوده وحبه ليها كبر وزاد عمك حسن كمل طريق وحب كل موديل عتيق وعنده شغف الاقتناء حتى لو هيخش في مزاد